يبقى المره اللي فاتت شفنا الاستاذ البروتوكول بتاعنا اسمه اي اي جي ار بي او Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. اتكلمنا عنه في الاول حاجات بسيطه اللي هو ديستنس فيكتور زي ريد بس ادفانس ديستنس فيكتور او ساعات بيسموه هايبرد خليط لان في حاجات شبه اللينك ستيت طبعا ما هواش ريد اكيد خالص. اكتشفنا ان هو بعض المميزات زي ان هو بيسبورت مالتيبل بروتوكولز عن طريق حاجه اسمها السيبريت بي دي امز او بروتوكول ديبندنت موديولز. عنده بروتوكول ترانسبورت خاص بيه اسمه ار تي بي. وبعدين دخلنا في المسجات بتاعته طلعوا خمس مسجات عندنا هلو وابديت وكويري وريبلاي واكنولجمنت. ابتدينا نشوف هما ايه الهلو طلعت سهله جدا مفيش فيها تعقيد زي بتاعت الاو اس بي اف بتعرف على بعض الباجرات. الابديت هي الابديت اللي فيها لسه في الشبكات اللي انا بديها لحضرتك. وشفنا ان انا لما بديك الشبكه يعني ريب كان بيقول لك الشبكه والمتريك بتاعها اللي هو الهوب اللي هو عدد النقاط وبس. لا في اجابي المتريك بتاعنا طلع كومبوزيت شويه اللي هو مركب. فلما بديك شبكه بديك عندها اربع حاجات في الحقيقه بديك ست معلومات يعني بس احنا بنستخدمه منها اربع حاجات اللي هما الباندوث والديلي والريلابيلتي واللود. ومن الاربع حاجات دول طلعنا بنستخدم كام؟ اثنين بس اللي هما الباندوث والايه؟ والديلي. شفنا المسجز الثانيه اللي هي اكنولجمنت اللي هي لازم نبعتها على الابديت لكن لسه ما فهمناش قوي الكويري والريبلاي قلنا هنفهمهم دلوقتي في الحقيقه لما نشرح حاجه اسمها دول. شفنا المتريك بتاعنا اللي هو طلع غريب قلنا باندوث زي ديلي بس فصلناه اكتر طلع ان هو الباندوث بتقول عليها معادله 10 اس 7 او 10 مليون مقسومه على الباندوث بالكيلو بيتس واني باندوث الليست باندوث او اقل باندوث من عندك لغايه الايه اللي انت عايز توصله. وبعد كده الديلي ده عباره عن مجموع الديليز مقسوم على 10 الاثنين بيتجمعوا على بعض الباندوث والديلي ويتضربوا في 256. ده كان اخر حاجه خدناها المره اللي فاتت اللي هو ازاي نحسب المتريك وحسبناها مع بعض كده بطريقه ظريفه لطيفه من غير ارقام معقده وعملنا الاكتيفيتي اللي موجوده هنا. في اي مشاكل؟ طيب كنا وقفنا بقى عند ايه؟ عند الاستاذ دول ده الاساس الفوكس بتاع النهارده. وبعد ما نخلصه هيبقى فاضل لنا اي اي جي بي فور اي ديفيجن 6 وبعدين اخر حاجه اي ثينك بقى هو ايه الشطر اللي بعد كده اللي هو الحاجات اللي يعني ادفانس اي اي جي بي هي الادفانس واحد. فالاستاذ دول بقى دوت ايه؟ اختصار طبعا لديفيوزنج ابديت الجوريزم ده اللي هو دول دي يو اي ال ده اسم الالجوريزم بتاعه زي ما خدنا الالجوريزم قبل كده كان اسمه اس بي اف او شورت سباس كارز بتاع او اس بي اف اللي هو الراجل اللي اخترعه اسمه ديجكسترا. ده الالجوريزم ده خالص اسمه دول بيشتغل بقى كديستنس فيكتور الجوريزم. ليه؟ يعني ايه؟ يعني الاستاذ اس بي اف كانت الفكره بتاعته بسيطه جدا لو دوت كده مثلا الراوتر بتاعي هو ار 2 ار 2 دوت عارف الكلام ده كله يعني ايه؟ يعني عارف الرسمه دي كلها بكل النتوركس اللي هي موجوده مش بس النتوركس بتاعته عارف كل الحفله. فكانوا بيشتغل هنا اس بي اف في الرسمه دي. لكن لو نفس الرسمه بالظبط شغلنا عليها الاستاذ بتاعنا اللي هو اي جي بي لو من وجهه نظر ار واحد هتبقى الدنيا كده بالظبط. ادي العادي. طب فين اللي بعد كده؟ ما اعرفش عنه حاجه. تمام ده اخرك يعني انت عرفت جيرانك ده كده كويس او خير وبركه لكن انت ما تعرفش اي حاجه بعد كده. بس في نفس الوقت انا عايز اعرف الشبكات دي كلها البعيده عني واحسب افضل سكه ليها. والاهم من كل دوت بما ان انت ما معكش الخريطه ديت اهم حاجه انا خايف اخش في لوب. خايف ان انا لو عايز اروح الشبكه دي مثلا افترض ان دي الشبكه مثلا وات ايفر 10110 حلو؟ لو انا عايز اطلعها انا عارف ان انا في 10110 خايف ان انا ابعت الداتا ل 2 انا اختار 2 عشان يبعت لي ولا ابعت لي بس 2 يوم جاي مثلا باعتها لحد وجاي واصله ل 3 يوم جاي باعتها لي او جاي انا باعتها ل 2 وجاي وباعتها فمين الفكره هتخش هنا؟ لوب الداتا تقعد تلف ده الخوف الاساسي بتاعك الخوف الاساسي بتاع ريب وبتاع هي اي جي بي الاثنين عندهم خوف رهيب من هذا الموضوع لان انا هو ده اللي ممكن يحصل يعني ده اكشلي مش خوف من لا شيء ده ممكن يحصل. فكان عندنا ميكانيزمز في ريب يعني احنا ما درسناش طبعا ادفانس ريب قوي يعني بس كان في ميكانيزمز في ريب بتتعامل عشان خاطر نتفادى ذلك. بس الميكانيزم الاساسي اللي اي جي بي بيعمله عشان يتفادى ذلك هو مين؟ دول. دول بيقول لك ايه؟ اديك اربع حاجات قلنا بسرعه المره اللي فاتت نعيدهم تاني لوب فري باث انا هديك سكك انا ضامن ان هي لوب فري انا ضامن ان هي لوب فري حلو جدا يبقى اذا لما يبقى في عندي اكتر من سكه زي كده واخترت انا اثنين او اخترت ثلاثه هنا انا بقول لك مالكش دعوه بقى لوب فري. تاني حاجه دي ميزه رهيبه في مش موجوده في اي راوتنج بروتوكول تاني بيديني لوب فري باث تاني بس باك اب باث. ايه بقى الباك اب باث دوت؟ هو سكه ثانيه بنقول عليها سكه احتياطي اقدر استخدمها انستنت يعني لحظيا لو السكه الرئيسيه وقعت دي بتشتغل عشان بيحتاج لكم المره اللي فاتت ازاي جهاز اليو بي اس اللي بتوصله عباره عن بطاريه بتوصلها بالكمبيوتر لو الكهرباء قطعت الكمبيوتر ما بتقطعش عنده كهرباء الكمبيوتر بتاعك شغال زي ما هو. تمام هي نفس الفكره لو السكه دي رئيسيه قطعت انا هستخدم السكه ديت في لحظه مش في ثانيه في اقل من ثانيه. تمام
ده البروتوكول الوحيد اللي بيعمل كده، لان لو احنا او اس بي اف هي والسكه دي قطعت، او اس بي اف هيعمل ابديت وبعدين يشغل الجوريزم ويعمل حساباته ويظبطها من اول وجديد وبعد كده يبعت الداتا لداتا. تمام؟ فبياخد ايه وقت عشان خاطر يكونفرج، لكن لا نظام الباك اب اللي عندنا دوت انا مش محتاج اعمل حسابات، هي دي الفكره كلها، مش هشغل الجوريزم اساسا. انا اصلا عامل سكه احتياطي وبقول لك خلاص هي دي اللي انا هستخدمها. فشكرا. فازاي بيعمل كده؟ هي دي بقى اساس كل اللي انا هشرحه دلوقتي، ازاي بيديني سكه راسيه ضامن ان هي ما بتدخلنيش فلوس، وبيديني سكه احتياطيه برضه ضامن ان هي ما بتدخلنيش فلوس. ازاي اي اي جي بيعمل كده؟ النقطتين اللي بعد كده طبعا فيري سيمبل، الموضوع لك فاست كونفرجنس اللي هو سريع جدا في الكونفرجنس زي ما قلنا لسه حالا، واخر حاجه اللي هو مينيمم باندويت يوسج اللي هو ما بيستخدمش باندويت كتير لانه بيستخدم حاجه اسمها باوند ابديتس او ابديتس محدده اللي هي بتوصل لنقط معينه اللي هو محتاج توصل له ابديت وبس. انا يهمني اكتر الاثنين الاوليين دول اللي هو السكه الرئيسيه اللي هي ما فيهاش لوب والسكه الثانيه الاحتياطيه اللي ما فيهاش لوب. فعايزين نشوف ازاي دوت بيحصل. هنعمل مثال. اوكي كده اهو. اوكي. في شبكه هنا، هنقول الشبكه دي زادت. دلوقتي زي ما انتم شايفين في سكتين R2 وR3. عايزين نفهم ايه اللي بيحصل. الشبكه زادت وانا عندي جدول مخصوص في اي اي جي بي جبنا سته مره فاتت بس مش هنحطهوش اول مره بعد الشهر ده. خدت جدول الجيران ماشي، جدول الجيران بتاع R1 هيبقى فيه مين؟ 2 3 2 جيران حلوين متشكلين لحضرتك. عندنا راوتنج تيبل ماشي، الراوتنج تيبل ده معانا من سنين يعني. الجديد بقى جدول اسمه التوبولوجي تيبل، يبقى زد دي هتحط اي معلومه بتجي لك من اي راوتر عن اي شبكه بتحطها في جدول اسمه ايه؟ التوبولوجي تيبل. سواء هتستخدمها او مش هتستخدمها، سواء سكه كويسه ولا سكه وحشه، سواء باك اب ولا مش فاهمين الفكره، اي معلومه عندي ده مخزن معلومات احط فيه اسمه التوبولوجي تيبل. فاذا زدت دلوقتي فبناء على الرسمه ديت واضح ان هي هيبقى ليها سكتين، سكه عن طريق R2 وسكه عن طريق ايه؟ خلينا حتى نغير بالالوان. اوكي؟ نعمل ميكس، والسكه الثانيه هتبقى مين؟ R3. ده اكيد المعلومات اللي ايه؟ اللي هتجيلنا. بس عايزين نفهم بقى المعلومات دي بتتخزن في الجدول ازاي؟ عشان خاطر نعرف ايه اللي بيحصل. فبيقول لك دلوقتي ما بين الاثنين دول تمام، لو عملنا خلينا بالالوان زي ما احنا كده هتلاقي دي زي جدول كده اوكي، وبيديني في كونتين بيتحط في الجدول ده. اول حاجه لما نيجي R2 هيقوم جاي باعت لي هنا مسج ابديت اللي هي مسج اسمها ابديت، وده برضه هيبعت لي مسج اللي هي اسمها ابديت، خليها بحرف اليو هنا كده وبحرف اليو هنا كده. يعني لما هو يعرف عن الشبكه زي هيقول لي اكيد ده جاري حبيبي، يعني هيقول لي خد الشبكه زي هيك، خد الايه الشبكه زد. طيب هيقول لي يعني الشبكه زد لو فاكرين هيقول لي الماتريكس بتاعتها باندوز ريل لايبلتي لود. طب حلو جدا ده هو المتريك. احنا بقى مش هنقعد نحسب هنا نقول باندوز كذا والديلي كذا، لا هنتصور ان هو دخل في معادله اللي هي الاغنيه الغريبه ديت المره اللي فاتت، وبالتالي هيبعتوا لي اكشلي اوريدي جاهز، يعني تصور ان هو كده. فاذا لما R2 بيعمل لي يبعت لي المتريك بتاعه هو بنسمي ده له اسم خاص هنا كده اهو في الجدول ده اسمه ال reported distance. حلو جدا، يبقى ده اول تعريف بالنسبه لنا هنكتبه هنا كده فوق بنسميه ال RD او ما بين قوسين حاجه اسمها reported، جايب كلمه report اللي هو تقرير reported distance. يعني حضرتك هنا بتبعت لي تقرير كده بتقول لي فيها المسافه بتاعتك، يعني احنا كلمه distance بس هي متر يعني. تمام، هنا بالنسبه لي هو بيسميها distance لان هو distance vector، فاكرين هو بتكون اصلا distance vector. فاذا دي اللي هي metric of my next hops. طيب يعني انت عندك هنا اثنين ممكن تنط عليهم تروح تزيد R2 R3 كل واحد فيهم هيبعت لك الايه؟ الريبورتد ديستنس بتاعته. واضح؟ طيب اذا هنقول هنا شويه ارقام بسيطه سيمبل مش خاطر ما نعقدهاش على نفسنا. اوكي؟ ارقام طبعا التعريف بتاع الجوبي بتبقى معقده قوي. هنقول مثلا 5000 اوكي ومثلا ايه 4000. حلو كده؟ خلي بالك الريبورتد ديستنس دي المتريك بتاع R2 لزد والمتريك بتاع R3 لزد. طب خلينا ناخدها بفكره بسيطه جدا. بص كده انا عايزك انت اللي تجاوب. حلو كده؟ 6 طبعا R1 ما يعرفش كده بس انا رسمت لكم رسمه عشان نفكر مع بعض. خلينا نفكر رد. ايه رايكم؟ R2 عشان يوصل لزد عنده كام نقطه كده في رجله؟ 2 صح كده؟ طب يبقى لما هو يبعت لي متر كده اهو ده هياخد لي في رقم كام؟ 2 هو المتر بتاعه كام؟ 1 2
ار 2 اهو وزد اهي المتر بتاعه كام؟ 2 اهو والله 2 صح؟ يبقى هو هيبعت يقول لي كام؟ 2 المتر بتاعه هو بيقول لي انا عندي الشبكه دي على بعض نقطتين شبكه زد اه طيب وهنا ار 3 شبكه زد على بعض كام؟ 3 يبقى هيبعت يقول لي كام؟ 3 يبقى شكل ده اسمه ريبورت ديستنس هو هو هي بالظبط كان ريب شغاله فين؟ طيب انا بقى هل انا ار 1 المتر بتاعي 2 و3؟ امال هيبقى كام؟ انت صح هيبقى كام؟ 0 يا ابني اه واحد اه اه اقصد زد هنا اللي فوق كده 3 ايوه 3 4 حلو كده صح؟ بتزود ده طبعا دلوقتي اهو انا واحد 2 3 ادي 1 زائد 3 صح كده؟ بتزود ده بس سالفه خالص صح؟ هي نفس الفكره بالظبط الناس بتفكر لا لا خالص ريلاكس انسى المعادله بتاعت المره اللي فاتت دي خلينا نفكر بنفس الطريقه بس بدل 2 و3 بقت الارقام كبيره شويه فاذا الراجل ده بيقول لك هنمسح بقى الايه النطاط دي نمسحها كده مفيش نطاط ولا حاجه كاننا دلوقتي ايه شغالين ايه يا جماعه فالراجل ده تكلفته عشان يوصل لزد تكلفته هو خليها خلي التكلفه بلون تاني خالص معانا الوان كتير ليه لا الراجل ده تكلفته عشان يوصل لزد بيقول لي كام؟ 5000 اوكي وده يعني خليها سهم كده باتجاهين وده تكلفته عشان يوصل لزد كام؟ 4000 يبقى اذا هو هيقول لي 4000 وهيقول لي هنا كام؟ 5000 صح كده؟ ده اللي هو بعت لنا دي بنسميها بعت لنا ايه؟ اسمها ايه؟ ريبورتد ديستنس حلو طيب نيجي بقى هنا للايه؟ حسابات انا بقى ما دي حسابات ار 2 وار 3 صح كده؟ فليه هنا دي ممكن نسميها مثلا التوتال ديستنس يعني كده ما اسمهاش كده رسميا بس انا عايز اميزها يعني حلو؟ فنسميها دي التوتال ديستنس المتريك بتاعي بقى اللي هو ايه؟ الاجمالي. فلو انا اديتكم كده مثلا لو قلنا ان السكه دي اللي هو ار ما بين دوت ودوت الراجل دوت هنا كده مثلا تكلفتها 1000 والسكه دي مثلا تكلفتها 2000. اوكي ما بقتش رابطه بس هي مش انا صح؟ انت بعت تقول لي كام؟ 3000. وهنا السكه دي الديستنس بتاعتها كام؟ 1000. يبقى التوتال كده طلع كام؟ 3000. ايه؟ 5000؟ صح 6000 صح؟ انتوا صح. هذا يا جماعه غلط 6000 احنا قلنا عايزين ده باللون الاسود ونخليه عشان نلتزم دي 4000 اكتبوا ده بيبقى جوه ار 1 جوه ار 1 كنا ما كملناش دعوه بار 2 3 كنا بحسب ار 1 طيب التوتال ديستنس بقى من وجهه نظر كده لو مشيت في السكه دي ار 3 قال لي كام؟ 4000 وانا هنا كام عندي التكلفه دي؟ 2000 يبقى التوتال متر كده كام؟ 6 لا عايزين نغيرها عشان ما يكونش زي بعض يعني عايزين نخليها مثلا دي خليها 1500 مثلا ايه رايكم؟ اوكي هنخلي دي 1500 حلو يبقى كام كده؟ 5.5 5500 حلو كده؟ طيب في رايكم دلوقتي مين هيبقى نختار السكه اللي نمشي منها بتاعت ار 2 ولا بتاعت ار 3؟ الاقل طبعا اللي هو مين في المثال ده؟ حلو جدا انتوا بتوع نفسك اهو اللي فاز هنا كده دوت اللي انتوا بتقولوا عليه ار 3 له تعريف هو الراجل شويه جالس معلش عنده كل حاجه لها التعريف بتاعها فهنا ده له تعريف بنسميه السكسسور اسم غريب شويه تقول لي سكسس ده نجاح وبتاع لا سكسس هنا معناها التاني الانجلش هنا معناه ايه؟ نجاح اه بس فيها التاني اللي بعدك يعني تمام انت بتسكسس حد يعني او بتسكسيد حد معناها انت اللي بعديه اوكي؟ فسكسسور هنا يعني ايه اللي بعدها ايه الكلام دوت؟ اللي هو البيست باث اوكي نيكست هوب يعني انا سالتكم ببساطه مين احسن سكه في دول؟ قلتوا لي الاقل طلع مين؟ 5500 دوت يبقى مين هنا؟ لو سالتك كده قول لي السكسسور في الرسمه دي يطلع مين؟ ار 3 صح كده؟ يبقى خلينا نكتب هنا كده اهو ار 3 في المثال بتاعنا صح؟ يبقى ده اسمه ايه؟ السكسسور بما ان ار 3 دوت السكسسور التوتال ديستنس بتاعه ده بيبقى فيري سبيشال بالنسبه لي هو ده اللي على اساسه بنعمل حته اللوب فري اللي قلنا عليها ازاي يا عم حاج؟ هيبقى له تعريف برضه خاص بنفسه عارف الاسماء غريبه بس معلش الفيزبل ديستنس او اف دي اللي فوق دي كانت ار دي تمام اف دي او فيزبل ديستنس هو المتريك اوف بيست باث حلو جدا المتريك بتاع اللي انت حسبته تمام انت مين احسن سكه؟ طلع ار 3 طلع ده ادينا له اسم انت يا عم الحاج انت السكسسور المتريك بتاعك اللي انت بقى بتقول ان هو احسن حاجه كام؟ 5500 هنسميه الايه؟ الاف دي يبقى نكتب هنا في المثال بتاعي المتريك بتاعي كام؟ 5500 مجرد تعريفات بس حتى الان عادي خالص الموضوع بسيط يعني حلو لغايه دلوقتي عادي جدا يعني انت اصلا لو ويب كنت ماشي انت اديت لي اسماء يعني في واحد قال لي 6 نطاط واحد قال لي 5 نطاط هختار مين؟
خمس نطاط هو ده السكسيسور بتاع كريب. يعني عادي مين احسن مترك خمس نطاط احسن مترك خمسه يعني مفيش حاجه لغايه دلوقتي. ايه الحاجه بقى اللي هو عايزين نخش فيها واخر تعريفين بالنسبه لنا؟ الفكره كلها بتاعت الباك، الفكره كلها بتاعت الايه الباك. يعني ايه؟ انا دلوقتي عايز اشوف يا ترى لو ار 3 ده لا سمح الله خلاص اخترته هو بقى البيج بوس بتاعه ولا اللي انا هبعت عليه، لو وقع لو اللينك دي وقع لو ار 3 نفسه وقع انا هعمل ايه؟ هتقولي ما عندك ار 2 فوق صح؟ تبعت عليه؟ لا مش على طول كده، في شرط لهذا الموضوع. يبقى اذا التعريف اللي بعد كده اسمه الفيزابل. تاني كلمه فيزابل ديستنس معناها ايه؟ مسافه. طب فيزابل معناها ايه؟ فيزابل معناها الممكنه تمام المحتمل. فهناخد فيزابل تاني بس المره دي فيزابل سكسيسور تمام؟ السكسيسور الله اللي هو كان اللي انا اخترته احسن واحد اصلي. لا فيزابل سكسيسور فكر فيها، يبقى التالي ليا الممكن، الممكن اللي هو يبقى النكست سكسيسور الممكن. يبقى اذا اصلا له تعريف تاني ابسط بكتير، كلمه تانيه خالص هو ده الباك اب. يعني هو مش راجل لسه قايل لنا هنا في البرزنتيشن انا عامل باك اب، لما تقول عليه باك اب لا سيسكو وسميته ايه؟ فيزابل سكسيسور. طب مين الباك اب دوت؟ تمام هو ببساطه شديده ال next hop okay بتاعي that could be used if successor fails. يعني في كلمه باك اب انا ما اعرفش حاجه تمام، يعني ده اللي اقدر استخدمه لو السكسيسور ايه باظ وقع السكه الرئيسيه بتاعتي ايه ضاعت. حلو الكلام؟ يبقى لو السكه الرئيسيه بتاعتي ضاعت ما هو ده الباك اب الاحتياطي بتاعي، ده اسمه ايه الاحتياطي بتاع لعيبه الكوره ده اللي انا حاطه كده جاهز ان هو ايه يشتغل. فده الفيزابل سكسيسور. حلو كده؟ يبقى هنا هل ار 2 اللي هو خاصه في المرحله الاولى هل ار 2 فيزابل سكسيسور؟ نكتب هنا كده ار 2 اوكي ها اللي هي 2 واضحه، وبعدين نحط كده ثلاث علامات استفهام. ليه؟ لان مش على طول مش انت عندك ار 2 خلي بالك يعني ده سكه رئيسيه يبقى الثاني بقى لا لا. ليه؟ نرجع للكلمة اللي قلنا الأساسية اللي الراجل ده قاعد نفسه بيها لوب فري. لوب فري يعني إيه؟ أنا دلوقتي ما أعرفش R2 و R3 دول أقدر أثق فيهم بسهولة إن هما ما يدخلنيش في لوب. حلو كده؟ طيب لو أنا اخترت دلوقتي R3 افرض افرض إن أنا هبعت الداتا لـ R3 حلو كده؟ يوم جاي يبعتها كده هل يقدر يكون هيبعتها كده وتجيلي تاني؟ تعالى نفكر فيها. تعالى نفكر فيها. انت المتر بتاعك لو مشيت ار 3 كام كله؟ اللي احنا شفناه هنا كام؟ 5500 صح؟ المتر بتاع ار 3 نفسه كام؟ 4000. طب يعني هو قال لك هنا اهو المسافه بتاعته كام؟ 4000 صح؟ ينفع بقى تكون المسافه دي ان هو هيعدي على ار 2؟ مستحيل. ليه؟ لان ار 2 قال المسافه بتاعته كام؟ 5000. فاهمين الفكره؟ ازاي انت هتبقى مسافتك 4000 وهتعدي على ار 2 اللي هو مسافته 5000 صح؟ فاذا لا. طب اسال نفسي بقى السؤال هل ار 2 ينفع باك اب؟ قال لك بسهوله بسيطه جدا هنعمل حاجه اخر تعريف خلاص معلش فيزابيلتي حاجه اسمها فيزابيلتي كونديشن شرط ان انا ابقى باك اب يعني يسموه لك برضه باسم تاني محترم باك اب كونديشن بلاش فيزابيلتي والكلام الغريب ده اسمه الباك اب كونديشن. والباك اب كونديشن بيعتمد على التعريفات اللي فاتت دي بيقول لك ار دي اوف باك اب اقل من اف دي راحة كده. ايه الار دي؟ دي كانت اول حاجه فوق المتريك بتاع الناس اللي جيران بتوعك. فيقول لك الار دي بتاع اللي انا عايز اشوفه باك اب. طيب مين اللي انا كنت عايزين اه خلاص ده اللي فاز تمام يبقى انا بفكر في مين؟ في ار 2. ار 2 قال لي ايه؟ اها الار دي بتاعته كام يا جماعه؟ 5000. الار دي بتاعته 5000 فبيقول الشرط انها تكون اقل من مين؟ من الفيزابل ديستنس. فين الاف دي؟ ديت اللي هي المتريك بتاع البيست باس اه اللي انا عامل عليها الدايره دي. هل الرقم ده يا جماعه اقل من ده؟ بس بقارن ده بده انتوا كده بتقولوا ان هو تمام يبقى الراجل ده تمام هو الباك اب بتاعي. هو الباك اب بتاعي. ليه؟ هو الباك اب بتاعي لان الرقم بتاعه اقل من المتر بتاعي. فمعنى كده ايه؟ فكر فيه انا المتر بتاعي كام؟ التوتال بتاعنا 5500. لو كان ار 2 دوت هيدخلني في لوب كان المتر بتاعه هو عمره ما يبقى 5000. نفس الفكره. فكر معاك من ولا انسان عمر هنا تمام انت هتبيع لي حاجه هتبيع لي القلم ده هتبيع لي القلم ده كام؟ ب 5 جنيه انا هزود عليه الربح بتاعي حلو هتبيعه بعد كده ب 6 جنيه تمام يعني جاء مالت قال لي حلو كده القلم انا هديهولك ب 4
انا بقيت دوري بكام؟ من عنده هو، من عنده هو باربعه. طيب ثانيه واحده، هل باجي ممكن يكون شاري قلم منك؟ فاهمين الفكره؟ يعني انت بتقول لي اربعه وانت بتقول لي خمسه. صح كده؟ يعني انا تمام لو خدت التوتال من ماجد مثلا هقول 4 جنيه ونص، وانت تمام هنقول ان انت 5، يعني هنقول خلينا نبسط الفلوس، انت 4 وانت 6، انت هتبيع لي ختم ب 4 وانت هتبيع لي قلم ب 6، وانا في الحالتين هزود جنيه. فكده الاحسن اخد من مين؟ من لو بدور على الرقم الاقل مش الاغلى، يعني هدور هاخد منك انت من ماجد، ان انا كده هبيعه ب 5 احسن من ان انا ابيعه ب 6، صح؟ فان انا ابيعه ب 7 هقول 4 و 6. فانت بتدولي ب 4 جنيه وانت بتدولي ب 6 جنيه، كده كده انا هزود ايه؟ فاخترتك انت. هل بقى عندك تمام السكه الثانيه تنفع تبقى شاريه مني انا؟ مش من ماجد، شاريه مني انا، لان انا اخد من ماجد ب 4 هبيعه ب 5، اوكي؟ لو انت التكلفه بتاعتك 6 يبقى ممكن تكون شاريه مني. تمام؟ يعني خلينا نغيرها، خلينا نغير هنا عشان اوريكم الكلام دوت امتى ما يحصلش. لو الراجل ده هنا بس رقم بسيط خالص لكن اهو 5800، حلو كده؟ هنا دلوقتي لما تقارن الاثنين دول زي ما احنا قلنا الشرط بتاعنا عشان نشوف الراجل ده ينفع يبقى ولا لا، هل ال 5800 اقل من 5500؟ لا ما ينفعش يبقى. ليه؟ لان في احتمال ولو 1% ان السكه اللي هو بيقول لي عليها 5800 يكون بيعدي عليا، لان انا تكلفتي الاجماليه كام؟ 5500، فاذا ممكن يكون بيعدي عليا. يعني ادي تو اوبشنز، ممكن ار2 يكون زي ما انا رسمته من شويه، عامل كده اهو ار2 بيروح ل 3 مثلا، لا مش 3 بقى، بيروح ل 4 بيروح ل 5 بعدين بيروح ل 6. ممكن، هل ده كده هيدخلك فلوس؟ لو كده لا مش هيدخلك فلوس، بس ممكن ممكن برضه خليها بلون تاني، يكون ار2 سكته مثلا كده اهو، اوكي ار4 تمام كده اهو. يعني انا ما اعرفش، فاهمين الفكره؟ يعني انا دلوقتي في ار1 المسافه الاجماليه بتاعتي 5500، يعني جاي بعيد على ار4 وجاي ار4 بعيد على 2 وجاي 2 بعد ثاني تاني، فاهمين المشكله؟ فاذا ار2 دلوقتي عنده احتماليه، يا اما يكون فعلا السكه بتاعته اللي بيقول عليها اللي هي 5800 ديت ان هو بيمشي كده، يا اما تكون السكه بتاعته اللي هو بيستخدمه، انا ما اعرفش. المشكله في الاستاذ ياجر بي في البيزنس فيكتور عامه ان هو معهوش خريطه زي هو سبير. فاذا يعني انا مش بقول ان هو اكيد هيدخلني فلوس، خليكم فاهمين، مش بقول ان الراجل ده اكيد هيدخلني فلوس، لا انا بقول احتمال، احتمال انا ما اعرفش، احتمال ده لما كده يدخلني فلوس، احتمال. فاذا عشان نلغي الاحتمال دوت من حساباتنا خالص، نعمل ايه عشان نلغي الاحتمال ده من حساباتنا؟ مش هنستخدمه كمان، مش هنستخدمه كايه؟ كفراغ. اوكي؟ هجيب لكم مثال تاني، عايز نعيد الحته دي تاني اللي هو تقريبا دول حسن الار2 مش هستخدمه كباك اب كده، في المثال بتاعنا ده مش هنستخدمه كايه؟ كباك اب. ده اي نعم من كورس ان سي سي ام بي، بس انا بحب الرسمه اللي هو بيشرح فيها هنا دول، فعشان كده بحب ايه اجيبها. عشان برضه ايه نعيدها مره ثانيه، حلو كده؟ مش هنا كان فيها التعريفات، وبعدين هيبدا هنا يقول لك ايه؟ اوكي. I can get to 10008 with a metric of 300. برضه كان فاكر وجهه نظر ار2. فالراجل ده بيقول لي الشبكه دي المتريك بتاعها هو كام؟ 300. والثاني قال لي المتريك بتاعه هو كام؟ 100. ارقام ازرق من بتاعتي كمان. انا هختار ار3، حلو كده؟ ليه؟ التوتال بتاعه هيبقى 120. يعني زود الكم تكلفه الكم ده 20 فراح زوده، حلو كده؟ هل ار2 ينفع باك اب بالنسبه لي؟ او جاي مقارن، هو قال لي الريبورت ديستنس بتاعته كام؟ 300. انا التوتال بتاعي كله كام؟ 120. هل 300 اقل من 120؟ لا. يبقى ما ينفعش. فاهمين الفكره ماشيه ازاي كده؟ طب ليه؟ بص هنا هشرحها لك. بقول لك ممكن ممكن ار2 يبقى عامل كده. فاهمين الفكره؟ المشكله كلها ان انا ما اعرفش الشبكه. دي مشكله، انا ما اعرفش رسم الشبكه، فممكن بص شفت الشبكه؟ يبقى ار2 دوت 300 ليه؟ لان هو خد ال 120 بتاعتي انا بعتها لبي، بي هيخليها مثلا توصل كام؟ 200 مثلا. يوم جاي بعتها لايه؟ بقت 250، يوم جاي بعتها ل 2 بقت كام؟ بقت 300. يوم جاي هو 2 بعتها لي، دي التكلفه، يوم جاي بعتها لي كده نفس الشكل. اذا انا لو اخترت 2 دلوقتي ان هو يبقى باك اب، تمام؟ معناه ان هو هيبعتها لايه؟ هيبعتها لبي، هيبعتها لي، دخلنا في ايه؟ يوم جاي بعتها ل 2، جاي بعتها لي، جاي بعتها لبي، بعتها لي، جاي بعتها ل 2، لوب. تمام؟ او انا ظلمته، ده ممكن يكون كده او ممكن يكون كده. بص هو اهو نفس المثال تاني، بس بص الراجل بيتوصل ازاي.
عنده ايه برضه؟ متوصل ببي بعد كده متوصل بالشبكه. هي هي نفس الفكره. 300 ايه؟ يعني هنا مثلا السكه دي 100 والسكه دي 100 والسكه دي 100 مثلا. صح؟ اذا انت طلعت كده ظلمه بس انا مش اظلمه. يعني بنقول ايه هنا اللي هي السلامه ولا مش عارف ايه اللي هو يعني لا اللي هو يعني الحذر يعني انت فاهم بقى لما تهمل يعني اللي هو فاهم السلامه من الندامه حاجه كده في مثلا بيقول حاجه زي كده. فهنا هنا ممكن فعلا يبقى ار2 كده زي ما هو عمل وده هيدخلي فلو ولا هيدخلك فلو. لو ار2 متوصل كده فده الشبك هيدخلي فلو. او ممكن ار2 يكون انا ظلمته يكون متوصل كده هيدخلك فلو؟ لا مش هيدخلك فلو. بس في الحالتين انا ما اعرفش. هي دي المشكله. انا الشبكه عندي غامضه وما اعرفش. فمن الاول خالص انا اخترت ده بيقول لي 100 ده بيقول لي 300 حسبت التوتال هنا طلع 120 هنا طبعا اكيد هيطلع وات ايفر 350 رقم اكيد اسود. فقوم جاي قايل خلاص ده السكه الرئيسيه هل ده ركب اقارن الرقم بتاع 300 ولا 120. في احتمال 50 50 احتمال ال 300 دي تكون هتدخله في لوب لانه هيعدي عليا او احتمال ال 300 دي مالهاش دعوه بيا خالص. فاحنا نعمل نمشي في احتمال ايه؟ الامان. الامان بيقول لي لا ابعد عن ال 300 دي خالص. سمعت اصلا كده برضه مش عارف ايه هنا. لا مش عارف ايه وهنا ده كده مفيش لوب. طيب انا بقول لك يعني ممكن احتمال يكون كده. دي الناس الاولانيه. هو بيقول لي 300 ليه؟ انا 120 صح؟ بعتها لبي هنقول بقت 200 يعني تكلفه دي 80 بعتها لاي بقت 250 بعتها ل2 بقت كام؟ 300 وجاي 2 بعتها لي ما هو 2 فاهمين الفكره. كل واحد ما يعرفش ان هي جايه من والله. يعني ده مش اوس بي اف لما انا معيش خريطه. فانا بقول لك خلي بالك انت ما تعرفش مفيش شبكه 10008 فاهمين بس ايه ده انت ما تعرفش مفيش شبكه عامله ازاي؟ يا ابني ده انا اللي بعتها بس انا ما اعرفش بقى انت بعتها لبي ليه ليه؟ فده الاحتمال ده هو اللي هيدخلك في اللوب. لكن ممكن برضه اكون انا ظلمته يكون الاحتمال كده. تمام؟ هو 300 ليه؟ لان السكه دي 100 ودي 100 ودي 100 بس. عشان كده هو 300. خلاص؟ كده هيدخلك في اللوب؟ لا بس انا ما اعرفش هو الغموض في الحته دي. هل هو كده ولا هو كده؟ فبلاش الغموض لا خلينا نمشي بسكه الامان احسن تمام؟ مش عارف سكه السلامه ولا سكه الندامه هو ده. تمام؟ المثل دوت ونلتزم بذلك ونقول لا الراجل ده ممكن يدخلني في اللوب فبلاش منه. معلش فمش هستخدمه كباك اب. طب يعني ايه؟ يعني ايه مش هستخدمه كباك اب؟ يعني لحظه ما السكه دي تقع مش هقلب لده على طول. مش هقلب لده على طول. طيب تعال نشوف هتعمل ايه لما السكه دي تقع. مفهوم كده لغايه دلوقتي؟ تمام؟ هتعمل ايه بقى لما السكه تقع؟ لو انا في السيناريو الاولاني نرجع للرسمه بتاعته اللي هي دي. تمام؟ ايه اللي هيحصل بالنسبه لي؟ نجيب الفهم. اوكي السكه دي وقعت كده دعم كده على طول حلو هعمل ايه؟ هل ار2 بالنسبه لي باك اب؟ لا احنا قلنا خلاص هو الشرط بتاعي مش حاصل. اول حاجه اول ما السكه دي تقع هقوم جاي باعت ابديت ل2 وابديت ل بي اقول لهم خلي بالكم السكه دي وقعت انا خلاص 10.008 مش عندي. هبعت لك اول حاجه ايه ابديت حلو جدا طبعا لما الابديت دي هتوصل لمين؟ لكل الناس هنا صح؟ يعني ده هيبعتها لده وده هيبعتها لده حلو كده؟ كل دول كده بقى عندهم الابديت ديت اللي هي بتقول ان الشبكه دي ايه 10.008 مش عند ايه ار 1 ما بقتش موجوده في السكه. طيب يعني طب ده معناه ايه؟ بعد ما بعت له الابديت ووصلت لكل الناس طبعا بيجي لك عليها اكنولجمنت اللي هي اكن هي وصلت. بعد ما بيجي لك اكنولجمنت تقوم جاي باعت لار 2 كويري تبعت لار 2 سؤال تساله يا استاذ ار 2 هو انت عندك مش انت كنت قايل من شويه ان انت عندك سكه 10.008 تكلفتها 300 جاي بقى تساله هو انت عندك التكلفه بتاعت 300؟ طبعا هو كان واخد ال 300 دي من مين؟ من A وA كان واخدها من مين؟ من B وB كان واخدها من مين؟ من 1 وهي لسه المسيحه اللي عندهم مش من شويه بعت ابديت لما بعت ابديت لB شالها من عنده ولما بعت B بعتها لA شالها من عنده ولما وصلت فاهمين الفكره ماشيه ازاي؟ اذا الابديت اللي انت عملتها في الاول بتقول لهم ان انت ما عندكش 10 اتمسحت من عندهم فلما انت تبعت الكويري كده بهذا الشكل اللي هو يرد عليك برساله اسمها ريبلاي وفي الريبلاي دي يقول لك لا مش عندي الشبكه دي مش عندي خلاص دي اتمسحت الشبكه دي مش عندي دي اتمسحت خلاص لانه فعلا ملوش سكه يعني فاهمين اهو الرسمه انت مش شايفينها هو ار2 يعرف يوصل لدي هو كان بيوصل ازاي عن طريق انا ولا لا عن طريق انا صح طب تعالى ما كانش بيوصل في لوب وهنا مفيش لوب هتحصل لك خلاص لا مش في الرسمه دي ده في لوب لا مفيش لوب في لوب ليه؟ لو الشبكه دي موجوده ما فيهاش اي لوب خالص R1 سكته ازاي؟ صح كده؟ R2 سكته ازاي؟ صح؟ طيب يعني هيوصل للشركه دي هيوصل هيمشي كده تمام؟ والراجل ده برضه هيمشي كده والراجل ده برضه هيمشي كده فاهم الفكره ازاي؟ طيب لو انا كده V1
مفيش اي لوب هتحصل، كل ما بنبعت في الاخر الاروال والاروال هو اللي بيوصلني. تمام. لو ده حتى مش سكته كده يعني، حتى لو ده طيب سكته مش كده، اوكي سكته هتبقى كده برضه مفيش الفكره ان انا عمرك ما هتفهم. تمام. تمام. طب لو خدنا نفس المثال بس الرسمه الثانيه، احنا قلنا برضه في الاخر ده بيقول لي 300 انا ما اعرفش هي ايه، فايه الاحتمال الثاني ان الاحتمال الثاني هو يبقى كده؟ صح؟ تعالى ناخد نفس المثال ده، النتورك دي وقعت. نتورك ايه؟ وقعت. هو جاي بعديها ابديت. بقول لك خلي بالك 10.008 وقعت. ولا هيهتم بيك. عنده اساسا. عنده اساسا. فاهمين الفكره عامله ازاي؟ هي عنده اساسا. مين اللي عنده السكه بتاعته؟ يعني مين هو النكست هوب بتاعه؟ ايه؟ مش انت النكست هوب بتاعه. مش انت النكست هوب بتاعه. فهو لا هيهتم بالابديت بتاعته. طيب بعد الابديت ما تخلص قلنا ببعت ايه؟ كويري. ابعت بساله يا استاذ النبي عندك سكه ل 10.008 ديت؟ هيرد عليا يقول لي ايه بقى المره دي؟ عنده ولا ما عندوش؟ عنده طبعا. عنده ما هي؟ صح؟ المرة اللي فاتت طلع ما عندوش لان هو طلع كان بيلف وبياخدها مننا. المرة دي عنده ولا لا؟ عنده. سكته ايه؟ اللي هو سكته بي اللي هو سكته يوصل لاكس يوصل ل 10.008. اذا هتقول لي طب انت في المثال ده هتستخدمه كده بكر. مظبوط؟ يعني مش في الاخر بعد ما السكه دي وقعت، مش السكه دي وقعت. هتستخدم ده كده بعد اه بس ايه الفرق؟ انا قلت لك لو باك اب معناها ان انا اقدر استخدمه في لحظه. يعني لا ساعه ما التاني يقع اقدر استخدمه في لحظه. لكن هنا ما حصلش كده، ايه اللي حصل؟ بعت ابديت وجالك اكنولجمنت وبعت كويري جالك اكنولجمنت جالك ريبلاي بعت اكنولجمنت، في كذا اكنولجمنت كمان بتحصل. خدت وقت قد ايه بقى؟ ثانيه ثانيتين الله اعلم، بس خدت وقت ولا لا؟ خدت وقت. فاهمين القصه؟ فده الميزه اللي يعني الميزه اللي ادالك دول هو بيقول لك انا بضمن لك ازاي ان انت الباك اب ده لوب فري ان انا بتست الاختبار ده اللي هو المتريك بتاعه بتاع هو الباك اب ده يكون اقل من التوتال متريك بتاعك انت. بس فاذا استحاله يكون انت نفس كده زي ما قلنا افتكرها دايما بالفلوس. موضوع بسيط خالص. استحاله يكون هو هيعدي عليك انت بتقول له 5 جنيه تمام وهو بيقول لك لا ده انا مسكت لي ايه 6 جنيه كده ممكن يكون شاريها منك لا سكت 4 جنيه استحاله يكون شاريها منك. بسيطه خالص. تمام؟ فاذا حتى لو هو مش باك اب زي في المثال بتاعنا دوت انا هبعت اساله والله اعلم بقى. لو السيناريو الاولاني هيرد عليا يقول لي ما عندوش وبالتالي الشبكه دي ضاعت خلاص هي ضاعت من عندي ومن عنده ومحدش هيعرف يوصلها لان هي في رسمه مالهاش في سكه واحده. لكن هنا في السيناريو ده انا هبعت اساله هيرد عليا يقول لي ايه عندي خد المعلومه اهي اتفضل ومفيش اي مشكله مش مشكله الشبكه دي ضاعت عندك سكه كده ولا لا؟ عندي سكه اقدر اوصل. تمام؟ وده كده كان الاستاذ مين دو بتاعنا. مش عايزين في حاجه نرجع هنا. ده اللي بيديهولي الاستاذ ايه؟ تمام؟ فهنا ايه اللي بيحصل؟ لما نتورك بتقع وجاي زي ما قلنا لسه اي حاجه بيبعت ابديت. لازم الراوتر دول يبعتوا اكنولجمنت الاول بقى ابديت ديت. وبعد كده ابعت اسالهم بكويري يا جماعه حد فيكم عنده سكه للشبكه دي؟ اوكي هو بيكون في لفه كده وانت عندك سكه ليها. هيبعتوا الاول اكنولجمنت ان السؤال بتاعك وصل وبعد كده يبعتوا لك رد. لازم اكنولجمنت في كل خطوه. يبعتوا لك رد. طبعا هنا هيقول لك ايه ما عندناش لان الرسمه دي ما فيهاش صح بس انت ما تعرفش. لغايه لما يجي لك الرد وانت تبعت ترد بيه. يعني كل مسج ابديت او كويري او ريبلاي زي ما انتم شايفين بيجي لها ايه؟ لازم كل ما واحد فيهم يبعت تلاقي واحده من الثلاثه دول لازم تعمل لها اكنولجمنت او حاجه. تمام؟ فزي ما انتم شايفين هنا مثلا في الرسمه بتاعتنا احنا في التوبولوجي ديت ار 2 ده السكسسور بتاعه. يا ترى ده فيزيكال سكسسور هحط لك علامه استفهام طب اعرف منين؟ تمام؟ لما بتبص في ار 2 نفسه فين ار 2 ده اللي هو اللي احنا بنبص عليه دوت تشوف الموضوع دي اللي طالعين في الراوتنج تيبل لما تلاقي كده 90 سلاش 3 مليون مش عارف 96 فاير كذا 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 يبقى دي فيزيكال ديستنس ولا لا؟ هو فيزيكال ديستنس هي البيست متريك فهتظهر في الراوتنج تيبل مش بس في التوبولوجي تيبل يعني اقدر اعرفها منين من الراوتنج تيبل والسكسسور برضه اقدر اعرفه منين من الراوتنج تيبل. اوكي فيزيبل ديستنس هي التوتال ديستنس بتاعت البيست باس مش البيست باس ده اللي نحطه في الراوتنج تيبل يبقى منطقي تلاقي فيزيبل ديستنس فين؟ في الراوتنج تيبل. والنكست هوب ده هو السكسسور اللي انت هتلاقيه برضه فين؟ في الراوتنج تيبل. تمام؟ يعني يجي يبقى اذا ده السكسسور بتاع ار 2 لان في الراوتنج تيبل ولان فيزيبل ديستنس بتاعته يا ترى بقى ار 1 ينفع ولا لا؟ فتلاقي ار 1 مكتوب ان المتري بتاعه 2,170,000 و812 ده المتري بتاعه هو تمام لما هو يبعته لي يبقى الار دي بتاعه كام 2,170,000 في الثاني كان كام فاكرين 3 مليون شويه اللي كان لسه في السلايد اللي فاتت اهو نرجع نبص عليه كام الفيزيبل ديستنس كام 3 مليون وشويه فلو الراجل دوت الريبورت ديستنس بتاعته 2 مليون وشويه ينفع يبقى فاكر ولا لا؟ اه
2 مليون شوية البورد ديستنس بتاعته اقل من 3 مليون بتاعته ولا لا؟ صح اقل من 3 مليون. اذا استحاله اكون انا وهو بيستخدمني تمام. انا المترج بتاعي كله 3 مليون وهو المترج بتاعه 2 مليون تمام. فعشان كده استحاله يكون ايه بيستخدمني. يبقى دي فيزابل ديستنس بتاعتي انا وده السكسسور بتاعي انا. ار 1 الفيزابل ديستنس بتاعته هو اللي هي البورد ديستنس بالنسبه لي اقل ولا لا؟ اقل. اذا ينفع يبقى باك تمام. وبالتالي عشان كده لو الراجل دوت السكه بتاعته وقعت بيقول لك ده هقلله هيبقى حاجه اسمها النيو سكسسور بتاعي هلاقيه كده ان هو فيزابل سكسسور ان هو عشان يفكر بكده خلاص خد ان هو ايه باك اب. وبالتالي اول ما السكه دي تقع ده هيترقى ويبقى هو النيو سكسسور اللي انا ايه استخدمه على طول لحظيا والداتا بتاعتي شغاله. طيب كل ده بنشوفه فين؟ بالكوماند الظريف جدا دوت اللي هو اسمه شو اي بي اي اي بي اي توبولوجي. عشان نفتح دوت خلينا نعمل ايه؟ نشوف عندنا احنا باكيت تريسر. وبعدين هنا زي ما ايه ماجد كان بيقول اما في سكتين
فيا دي يعني عن طريق وفيا برضه عن طريق. طب هو كده يبقى نوت بالانس؟ لا، في الجدول التوبولوجي لما يسع سكتين كده مش معناها نوت بالانس، معناها زي ما انت بتقول بقى. يبقى الاولاني فوق ده الاساسي، وتاني واحد لو موجود يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى عرفت الفكره؟ دي الفكره كلها. يعني بص واحد تاني اهو وان سكسسور وبعدين في سطرين. يبقى السطر الاولاني الاساسي والتاني ايه الباك اب؟ وان سكسسور وبعدين في سطرين. صح؟ صح. عشان لو لعبت مثال في حته ثانيه خلينا نروح لار 1 مثلا. هقول نفس الكوماند شو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي. حلو؟ وتعال بص وان سكسسور وفي سطرين. يبقى واحد اساسي وواحد باك اب. طيب. وان سكسسور دي جديده بقى انا عايز اوريك. بص وان سكسسور له ايه؟ بعديه اهو سطر واحد. سطر واحد ولا لا؟ مش شايفينه؟ هتقولي طب ما انت هناك هنا وكان في حاجات سطر واحد انت عديتها ليه؟ لا، السطر واحد ده شايفين مكتوب فيها ايه؟ كونكت. دي الشبكات بتاعت سنه فيها كونكت، دي ماليش دعوه انت عايز ايه اللي هو فيهم نكست هوب يعني. فاذا لو رجعنا تاني ايه بقى الشبكه الغريبه دي؟ الشبكه الغريبه دي بيقول لك موجوده ولها سكسسور ولها اف دي وكل حاجه، بس زي ما انتم شايفين سطر واحد بس. طب دي معناها ايه؟ فهي سيرت عملها لك بالبساطه دي، انت تقدر تبص. طب اللي تحت الرقميه دي وان سكسسور، لا بس في اثنين يا عم كده، يبقى الثاني ده ايه؟ باك اب على طول اوتوماتيك. تمام؟ فاذا ده الاساس بتاعنا ان اي نتورك موجوده، لو رجعنا لار 2 ثاني، اي نتورك موجوده ليها اثنين كده اوكي، يبقى واحد اساسي واحد باك اب، اثنين واحد اساسي واحد باك اب، اثنين واحد اساسي واحد باك اب. تمام؟ لو زي الراجل دوت هي دي كده ده واحد بس، الله واحد سكسسور، طب ما هوش هو ده السكسسور بس مفيش حد تاني، يبقى مفيش باك اب، يبقى الباك اب هنا فشل في ان هو ايه يعدي الشرط بتاعه. اوكي؟ طيب يبقى اذا ده كده، تعالى نقرا برضه تاني عشان نفهم. يبقى ده الشبكه حالتها بس دي حاجه كويسه بالنسبه لي، ليها وان سكسسور يعني سكه واحده اساسيه، والاف دي او اللي هو المتريك البيست بتاعها هو 3 مليون ونص. طب قلنا دول سطرين، تعتقد اول سطر هيبقى رئيسي ولا الباك اب؟ بالعقل يعني اول سطر هيبقى رئيسي. يبقى عادي في المتر. وتاني سطر هيبقى ايه؟ الباك. طيب حلو جدا. كاتب لك فعلا اللايك بتاع ده واللايك بتاع ده والانترفيس بتاع ده والانترفيس بتاع ده، بس انا يهمني بقى الارقام دي. هو دول الارقام اللي في الجدول يعني. فاكرين الجدول ده؟ فهتلاقي في رقمين هنا وفي رقمين هنا. ايه الرقمين دول؟ الرقم الاولاني اللي هو الكبير ده التوتال، والرقم الثاني هو الايه؟ الريبورتد. ده التوتال بتاع دوت وده الايه؟ الريبورتد. طب الاول هو ليه ده اللي فاز؟ تعال نشوف التوتال بتاعه، تعال نشوف التوتال بتاعه ده، صح؟ ده التوتال بتاعه لسه قايلين وكام ده كده؟ 3 مليون ونص، صح؟ طب ده كام؟ 40 مليون. بص كويس كده، هترفع عن الفريق 40 مليون، يا مفترق. اذا ده التوتال لما انا حسبته طلع 3 مليون، بس التوتال لما حسبته من 40 مليون، يبقى اكسب مين؟ مين فيهم اللي يكسب؟ 3 مليون على طول. ده مفيش نقاش. لكن السؤال هنا بقى اللي فيه نقاش، هل التاني دوت باك اب؟ هو طبعا ما دام سيسكو حطها هو باك اب، احنا مش محتاجين نقاش، ما دام موجود في سطر تاني يبقى هو ايه؟ باك اب. بس الشرط بيقول لك ايه؟ تبص على الريبورتد ديستنس، يبقى الرقم التاني ده يا جماعه هو الايه؟ الريبورتد ديستنس بتاعه، صح؟ يبقى الريبورتد ديستنس بتاعتها كام؟ ده غلبان خالص 2816. هل دي اقل من 3 مليون ونص؟ اه طبعا اقل، عشان كده هو حطها، عشان كده هو ايه؟ حطها. عايزين بقى لازم يكون الريبورتد ديستنس بتاعه اللي هو الرقم الثاني هنا اقل من الفيزيكال ديستنس، يعني انت ممكن تقارنه بده او بده، هو ده متقارن مرتين واحد بس، صح؟ 3 مليون ونص، بس انا لازم اقارن القارن ده الرقم اللي هو بتاع الريبورتد ديستنس بتاع الباك اب بالرقم اللي هو الاساسي. تمام؟ طب لو احنا بقى الراجل اللي هو ما كانش عنده باك اب فين اهو الراجل ده، صح؟ ما عندوش باك اب، يعني الشبكه دي بالذات ما عندهاش باك اب. في الحقيقه لو اداله شو اي بي ار بي توبولوجي اول لينكس، بتزود عليها كلمه اسمها اول لينكس، بتقول له وريني كل حاجه. بمعنى ايه؟ مش معنى ان هو ما عندوش باك اب هنا ان المعلومه مش عندي، لا المعلومه عندي في الجدول بس سيسكو مخبيها. يعني هي مش ظهر لنا هنا مخبيها عشان هي مالهاش لازمه، ده مش باك اب. تمام؟ فالمفروض لما اقول له اول لينكس وادوش انتر تظهر لنا المعلومات كلها، بس طبعا لاحظتوا ان مفيش حاجه حصلت، ده عيب باك اب ضعيف في باكيت تريسر. بس عشان اوريها لكم هنستخدم حاجه ثانيه بدل اقول لك قايل شو اي بي اجر في التوبولوجي 192.168.10 وتدوس انتر. اوكي برضه واضح ان هي مش هتتشاف في الاستاذ بتاعنا اللي هو باكيت تريسر، ما عندوش ان هو يظهر لك الباك اب بتاعه. خليني اعمل حاجه ايه بسيطه سيمبل، هتاخد مننا 5 دقايق ولا حاجه بس تبقى افضل بالنسبه لنا.
مشغل جي ان اس 3 سريعا، وهنحط فيه ثلاثة راوترز برضه ايه سريعا كده، ونعمل فيهم الايه الكونفجريشن بتاع اي اي جي ابي مشغل، والراجل سريع يعني مفيش حاجه. تمام، انا هحط كده راوتر 7 دي وراوتر 7 دي وراوتر 7 دي، وصل السيريال ده يعني خلاص زي يعني ايه بقى الكريسه اللي عندنا. تقول لي طب السويتشات والاجهزه وكده، لا مش هنعمل سويتشات واجهزه والكلام ده كله. احط كده الاكس بتاعتي ايوه.
ايه الراوترات اللي توصله، هنعمل كل واحده انترفيس لوب باك هي دي هتبقى النيتورك بتاعتها لوب باك مثلا 3 وعندي في ادريس دي بقى 192.168.1 مثلا وده واحد برضه انترفيس دي بقى السويتش فاهمين الفكره؟ ايه لوب باك اللي هي انترفيس بدل ما احط سويتش زي هنا زي ما ده حاطط سويتش اهو صح؟ يعني تتكسر في ال او هو بياخد لوب باك اه اللايت ادرس بتاعها هيبقى 192.168.1 مثلا هنا واحد اخر واحد ايوه دوت انترفيس لوب باك اثنين اي بي ادريس 192.168.1 كده عملنا اللوب باكس نيجي بقى نكونفجر ايه الاستاذ اي اي جي ار بي نكونفجر عليهم كلهم مره واحده من البرنامج اللي تحت دوت بيكتب كده راوتر اي جي بي واحد بيكتبوا على ثلاثة شايفين عملنا ازاي؟ يظهر فيها شايف تمام بعد كده هنقول له ايه؟ مش محتاجين راوتر اي حاجه هخش على النتورك على طول وهقول له مثلا 192.168.0.0 اوكي 0.0.255 قول اي حاجه تبتدي 192.168.0 كل واحد هيدخل 192.168.0 اللي عنده وبعد كده هندخل نتورك اوكي يعني مش هتنفع من هنا اللي بدخل عليها عند كل واحد الراجل ده هيبقى عنده نتورك اللي هي 12.12.12.0.0.255 لا مش 12 23 او 13.13.13.0
مش احنا قلنا نحسب ده ونقارن ده بده 128000 احسن اقل قصدي 3 مليون و6 ولا اقل؟ طب ده تعالى نشوف ده ريبورت ديستانس بتاعته 3 مليون وكسر. الفيزابل ديستانس بتاعتي كام؟ 3 مليون ونص. 3 مليون اقل من 3.5 مليون؟ اللي فشل بقى اهو تعالى نشوف ده الريبورت ديستانس بتاعته 3 مليون وواحد من 10. انا الديستانس بتاعتي كام؟ الفيزابل ديستانس زي ما كانوا قايلين 2 مليون و2 من 10. اذا التوتال بتاعك ده ممكن يكون هيدخلني فلوس، ممكن هيكون يدخلني فلوس ولا لا، ممكن 3 مليون و1 من 10 مش اقل من 2 مليون و2 من 10. عشان كده كان خفيف ولا لا فوق؟ خفيف ملوش باك اب. فهمت الفكره؟ ملوش ايه باك اب، دي القصه. فعشان كده رجعنا بقى هنا تاني للكريكولم. لو في سكه ظهر عندنا كده بهذا الشكل ليها سطرين، ليها سطرين، ليها سطرين، يبقى ده السطر الاولاني الاساسي والسطر الثاني هو الايه؟ الباك اب. لو فهمنا الاسلوب بتبقى عباره عن ايه؟ قلنا حرف البي ده معناها باسف، ممكن يبقى اكتيفس دي حاجه وحشه، ادي نتورك كان سكسسور واحد ولا اثنين ولا خمسه او تيفر. الاف دي اللي هي الفيزابل ديستنس اللي هي البيست متريك بتاعي، السطر الاولاني بيبقى سكسسور معلوماته كلها، يعني دي التوتال ديستنس بتاعته اللي هي نفس طبعا الرقم اللي فوق، الريبورت ديستنس بتاعته هو مش هتفيدني في حاجه، وبعدين الاكزيت انترفيس. السطر الثاني لو في سطر ثاني هيبقى باك اب، ده الفيزابل سكسسور او الباك اب، ده التوتال بتاعه اللي خلاه يخسر، ده 3 مليون ولا 40 مليون؟ لا طبعا 3 مليون احسن، بس ده اللي خلاه يكسب في المرحله الثانيه اللي هو يبقى باك اب، يعني الرقم ده اقل من الفيزابل ديستنس وبالتالي خليته باك اب. طب عشان مش فاكر ايه هو اكتف بس اكتف معناها ان انا الشبكه الرئيسيه وقعت وانا بقيت اسال الناس وعمال ادور على سكه ليها ثانيه وقصه، ودي ما بتحصلش او مش هتحصل الا لو مفيش فيك باك اب. تمام يعني هنا مش هتحصل فيك لان السكه الرئيسيه هتقع، السكه اللي هتقع لما لو انا عارف تمام مش هتخش اكتف. تمام طيب ادي اللي هو الثاني اللي هو بيجيبه لنا هنا اهو مثال بقى زي اللي انا قلت عليه من شويه اللي هو الله ده سطر واحد مفيش حاجه ثانيه، يبقى ده سكسسور واحد وما لوش ايه باك زي ما قلنا برده. لو عملنا اول لينكس هيظهر لك هو ليه ده ما خدوش باك اهو. الار دي بتاعته بكام؟ 3 مليون. الاف دي بكام؟ ب 2 مليون. يبقى اذا ينفع؟ لا ممكن يكون هيدخلني في اوكي هنا بيسالنا تمام ادي ار 2 يا ترى مين السكسسور بتاعه ومين الفيزابل سكسسور؟ بناء على الجدول دوت. طيب خالص فكر فيها بالراحه هتلاقيها عارف ايه. ماشي اول سطر على السكسسور على السكسسور طيب مكتوب ايه في الاخر؟ اس 01 صح؟ والار 1 نفس الكلام الاول سطر يبقى سريع 001 يعني مش حاجه خالص. نيجي بقى نشوف الدول بيشتغل ازاي؟ احنا قلنا الحكايه دي قبل كده الدول بيشتغل ازاي؟ بس انا بقى بنركز على حته الفيرنت ستيت ماشين بتاعته اللي هو لما يضيع السكسسور هنعمل ايه؟ فبنسميها اف اس ام او فيرنت ستيت ماشين اللي هو بنسميها فلو تشارت مش دي اسمها فلو تشارت عشان اللي هو رسمه خوارزميه معينه. فبقول لك لوست كونكتيفيتي سكسسور الدول وقع والسكسسور وقع السكسسور ضاع السكه الرئيسيه بتاعتي ضاعت. هل ده لما كده بيبقى سؤال صح؟ هل عندك فيزابل سكسسور؟ على الاستفهام يس ولا نو؟ يس اخد اول مره يس عندك فيزابل سكسسور عندي لك بروموت تو سكسسور اي اي خلي سكسسور انستول ان راوتنج تيبل حطه في راوتنج تيبل تمام سيلكت نيو سكسسور لو عندنا في سكسسور تاني تمام وبعدين لو عندنا فيزابل سكسسور تاني حلو كده؟ طيب جميل جدا. طب نرجع من الاول خالص سكه وقعت رئيسيه على عندك باك اب؟ لا للاسف ما عنديش باك اب. بليس ديستنيشن ان اكتف ستيت يبقى حرف ايه هيظهر قدامها احطها الاول في اكتف ستيت وبعدين كويري نيبرز فروم يور هاوس ده معناها اكتف يعني عمال اسال الناس وعمال ادور وعمال ابحث عنها اكتب عليها كويري نيبرز. هل الجار دوت عنده سكه؟ لو عنده سكه يبقى هو ده السكسسور الجديد وهنشوف لو في باك اب. لكن لو قال لي ما عندوش سكه يبقى انا كنت سكته من الاول وهو كان هيدخلني فلوس الحمد لله وبالتالي ريموف ديستنيشن هنشيلها اصلا خلاص هنشيلها من الجدول ده ومن الجدول ده. فاذا يعني دي ايه الفيرنت ستيب ماشين اللي هو بتقول لك ازاي الاستاذ دوت بيشتغل. ويو كان اكشولي هي مهمه جدا بالنسبه لسيسكو لدرجه ان هي عامله لنا امر ديباج مخصوص اسمه ديباج اي اجر بي اف اس ام يقدر يوريك اكشولي الكلام دوت هو بيحصل تمام يعني ايه
يعني لما نشغل الامر الديفايد دوت انت عارفين شو هو بيوريك حاجه ثابته لان الديفايد دوت بيوريك الحاجه اللي بتحصل ساعتها هيقول لك لما هتجيبه دلوقتي لما السكه دي تقع هتشوفه بالتحديد يطلع لك سائل اه ده في باك اب راقي الباك اب زي ما هو عامل هنا كده حطه وخلاص او لو مفيش باك اب هتلاقي سائل بتطلع لك لو انت مشغل الديفايد دوت السكه دي بقت اكتف بقى هي قاعده بتسال الجيران الجيران ردوا عليا قالوا لي فاهمين القصه هنشوفها دلوقتي مع بعض السكشن الجاي ده كله هو ادي التست بتاعه نفس اللي هو ماسك نفس المثال من الاول ار 2 ده السكسس بتاعه وهنا ده رمنا له نفيسه من خلاص اكتشفت ان هو ينفع صح ان هو باك اب بس السيناريو الاولاني ده باك اب ولا لا باك اب طب لما دي هتقع ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض ترقى دي على طول وتبقى هي الاساسي ونمشي فده نشوف اللي هيحصل ازاي قال لي هنا فعلا في سكتين يبقى اذا ده الاساسي وده الباك اب اتاكدنا في الاول وراح قال له الامر ديبارك بتاعي ديبارك اي اي جي بي اف اس ام كونفيجر تيرمينال بعد كده وراح شت داون الانترفيس اللي هي السكه بتاعته اللي راحت ايه وقعت وشويه اوت هيطلع هو خفيف بس هو مركز على الاوتبوت بتاع الديبارك يعني برضه اللي يهمنا بص هنا بيقول ايه اي جي بي اف اس 4 فايند اف اس فور ديستنيشن 1 0 اللي هي طبعا دي اللي احنا عايزين نروحها اوكي فبيطلع لك هنا رساله هدور على فيزا سكسسفول للديستنيشن ديت والاف دي اس كذا ار دي اس كذا ريموفينج ديستنيشن بين 16 زين 0 نيكست هاب كذا راوت انستولد بين 16 1 0 بين كذا ايه الكلام ده؟ يبقى اذا بدل ما انا ماشي في السكه دي هضيف السكه دي اللي هي كام؟ 3.1 يبقى هنا عشان خاطر لا الباك اب اكشولي فبيطلع له في الباك اوتبوت اللي هو بيلاقي فيزا سكسسفول وبيلاقي هاب فين في الاوتبوت فين الكلام ده كله بيحصل في ثانيه ثانيه تمام؟ طيب تعالى نجرب ده عندنا هنا عندنا سكك كتير طبعا ليها ايه الباك اب بتاعها فخلينا نشوف مثلا ايه دي حلو كده فدي اللي هي عرفت منين ليها باك اب قالوا كاتب لي وان سكسسور صح وانا قايل له شو اي بي اجر بي توبولوجي وطلع لي هي في ماشي وهي دي شو اي بي اجر بي توبولوجي قال لي هنا وليها كده وان سكسسور بس الرقم ده اقل من الرقم ده ولا لا اذا مش كده ليها باك اب يبقى لو وقعت السكه الرئيسيه ديت المفروض نشوف ان هو هيرقي التاني ويعمل هعمل كده هنقول له ديبارك زي ما هو عمل اي اي جي ار بي اف اس ام ويندوز انتر وبعدين نخش نوقعها زي ما هو بيقول انترفيس هي السكه الرئيسيه كام؟ سيريال 6-1 اوكي دي الرئيسيه فهروح للانترفيس سيريال 6-1 واعمل لها شن داون طبعا هيطلع كميه رسائل كبيره هنرجع لها براحه ونقراها تمام ومن زي كده بقى ده ايه؟ ده اللي يرجع بيه ايه؟ اشتغل وعمل ظبط الحاجه بتاعته كلها ايه بقى اللي حصل؟ خلي بالك النتورك اللي وقعت عندنا عشان ندور عليها هي دي انا هيطلع رسائل حاجات كتير فاحنا بندور على 192 150 3 دي حلو دي اللي وقعت فخلينا نشوف اوكي اهو دول ديستنيشن 192 150 3 0 مالها فايند فيزا سكسسور فور ديستنيشن 192 3 0 اف دي اس كذا تمام بتاعتها حلو جدا يلاقي ايه ديستنيشن 192 3 0 انترينج اكتف اكتف ستيت ايه عندنا فيزا سكسسور شيء 3-0 دي موجودة. Do show IP route. مش 3-0 موجودة؟ Yes, show no. والمترنج بتاعها. تصدقوا 3-0 اللي انا اخترتها ديت ما كانتش ليها باك اب. انا اخترت راوتر تاني ولا كنت جايب اوتبوت تاني فوق ولا ايه؟ طب بسيطة. روح شوت داون ونرجعها تاني. ويعمل ونرجع من الاول ارجع يا جبي دول يشتغل معلش اختار واحده ثانيه شو ار بي يا جبي توبولوجي وركزوا معايا دلوقتي واضح ان انا ايه خلاص تمام اخر اليوم نركز واحده يكون ليها باك اب يبقى اشتغلت على اثنين زيرو ليها باك اب اثنين زيرو ليها باك اب لاحظ كله متفق معايا اثنين زيرو اشتغلت زيرو يبقى هي دي اللي هركز عليها فقوم في مين دي السكه الرئيسيه بتاعتها 6-1 فبرضه هوقع سيريال 6-1 هنوقعها بشوت داون واتفرج يبقى احنا مركزين دلوقتي على 2-0 حلو خلاص بقى كفايه يلا 2-0 يبقى ندور 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 اهو لا دي 3-0 مش عاليه 3-0 دي متعبه 3-0 اهو ديستنيشن 2-0 المره دي فاين فيزابل ديستنس فور 2-0 حلو كده جميل جدا ريموفينج الديستنيشن اللي هو القديمه اللي هو نيكست هوب كذا 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 وراوند جديد انستولد 2-0 يعني شفتوا خطوات ازاي فاين فيزابل سكسسور بص الخطوه اللي عليها قد ايه يعني انا عايز اقول لك هو بص هنا ده بالثواني شايفين كان 17 39 يا ابني
فاين فيزابل سكسسور تاني معلش هو بيبيع فاين فيزابل سكسسور 192 8 2 0 شو بيطلع سيل كتيرة والبراوز بيمشي بسرعة اثبت بقى هنا اثبت 2 0 ديستنيشن كذا اوكي فاين فيزابل سكسسور بص دلوقتي 17 39 42 حلو بص حطيتها في جبل بعد قد ايه؟ 17 39 42 لا ده في نفس اللحظه انا بقول لكم مفيش راوت انستول 192 2 0 هيبقى 12 12 12 2 بدل 13 13 13 3 فمين باك اب بقى التاني؟ هو ده الباك هو ده الباك انستول بيقول لك ده راوت انستول يعني ده الخط ده الصف ده بيقول لك راوت انستول تمام بقت 12 اللي هو 2 يعني مش عارف 2 ده هو اللي بعته تمام هو اصلا في الجدول كان مين؟ ار سي اللي هو ده ار سي لا دلوقتي بقى ار 2 شفتوا ده؟ فيري ايه؟ سيم نفس اللحظه نفس اللحظه ما هو لو جبت لكم الوقت انا بقول لك انا ضغطت عليها ايه؟ طب بص بقى التاني اوكي ان هو اهو 3 0 ده احنا عملنا اول وطلع غلط صح؟ ف 3 0 هنا دور على فيزابل سكسسور ليها ما لقاش فرحانه بيه ديستنيشن 3 0 انترنج اكتف ستيت يعني ايه؟ يعني لسه هبعت كويري وريبلاي تمام ده بعد كده على 2 0 عقبال بقى ما نخلص تمام 2 0 2 0 ده لسه كل ده مستني الريبلاي بتاع مين 3 0 حلو كده لسه 3 0 فين عقبال ما يجي له الريبلاي بتاع 3 0 اهو بص فين جاله الريبلاي بتاع 3 0 شايفين دي ريسيف ريبلاي 3 0 شوف بعد قد ايه كام مسج حصلت في النص تمام ولسه كل ده ما حطهاش في الجدول هيقعد يعمل حساباته وهنا يحطها في الجدول فخلينا نبص هنا كده اهو 17 39 43 وامتى كان حطها؟ كان 17 ثانيه 42 يعني تقريبا ثانيه ونص او حاجه زي ما قلت لك هتاخد ثانيه ثانيتين بس شفت الثانيه في نفس اللحظه ولا لا؟ ما شفناش وقت اصلا حصل يبقى في فرق ولا لا؟ في فرق وطبعا الثانيه دي ممكن تزيد تبقى ثانيه يعني حسب الراوتر وحسب اللينك وحسب الراوتر الناحيه الثانيه دي ممكن تزيد شويه لكن كده كده في ما شاء الله زي ما يبقى اكتف لما تبقى اكتف تبقى حاجه وحشه لكن لو انا عندي باك اب ببقى باسف وبنقل في نفس اللحظه اللي بتقع فيها الرئيسيه بنقل من بقى. هو ده اللي كنا عايزين ايه نوصله طبعا هيعيد نفس الكلام اللي احنا شرحناه دلوقتي بس على الرسمه بتاعته هو احنا الكلام ده كله شفناه خلاص وعملها حتى كتريسه مخصوص بس احنا شفناها على جينيسيس كده بس الجزء البيزك بتاع الاي اتش بي لسه مش خلص خلاص البيزك ليه؟ ان في شابتر جاي هو شابتر ايه؟ بقيه الاي اتش بي لكن قبل ما نخلص الشابتر هناخد البيزك ده تاني بس مين؟ اي اتش بي 4 اي بي 6 فكالعادة اي بي 6 فيري سيمبل لما كنا شرحنا او اس بي اف شرحناه مرتين لما شرحنا الاي شرحناه مرتين معلش هيشرح مرتين بيقول لك ان الاي اتش بي عنده ميزه جميله ان هو زي ما قلنا من زمان عنده بروتوكول ديبندنت موديول فهو نفس البروتوكول بيقدر يشتغل بشو 4 وفيرجن 6 بيعمل جدول مخصوص لجراد 4 وجدول مخصوص لجراد 6 جدول مخصوص لبانش تيبل وجدول مخصوص لبانش تيبل جدول راوتنج تيبل وطبعا جدول اي راوتنج تيبل فده اللي هو البي دي امز بتاعته او اللي هي البروتوكول ديبندنت اي موديولز كالعاده برضه زي ما عرف او اس بي اف تمام المقارنه طيب ما بين اي اتش بي 4 اي فيجن 4 اي اتش بي 4 اي فيجن 6 ده بيعمل اي فيجن 4 ده بيعمل يا سلام اكيد طبعا طيب ده لسه فيكتور ايوه ده لسه فيكتور برضه التوبولوجي بتاعتنا بتشتغل زي الالجوريزم دول دول الميتريك بالانس اند ري باي ديفولت بس ممكن تحط الريلابيلتي والرول بس طبعا ما حدش بيحطهم صح طب الترانسبورت كول ار تي بي اللي هو بيعمل الاكنولجمنت بتاعتنا الابديت مسج انكريمنتال بارشال باوند يعني بيبعت ابديتس جزئيه مش كل حاجه كل 30 ثانيه زي ابل مثلا بتبقى تدريجيا وبعدين بتتبعت اللي هو محتاجها بس هلو باكيتس هلو باكيتس دي الطريقه اللي بنكتشف فيها الجيران بنكتشف الجيران ازاي؟ 24.010 مالتي كاست ادرس اف اف 02 دبل كولوم اي اللي هو 10 اللي هي 10 وسنتيكيشن اف دي 5 هو لسه ما خدوش بقى في الشهر الجاي والراوتر اي دي هو هو نفس الراوتر اي دي زي ما قلنا ما بنعملش راوتر اي دي في 5 فيرجن 6 تمام يبقى لازم نقارن الحاجتين ايه المختلفه المتشابهه بينهم ايه الاختلاف؟ اه لما نيجي نتكلم في فايبر 6 ما بستخدمش الادرس العادي اللي هو على الانترفيس بستخدم اللينك لوكال لازم نستخدم اللينك لوكال الادرس كسورس للمسج بتاعتي عشان هو اللي هيبقى نيكست هوب فين في الراوتينج دي اوكي مين اللي بيعمل هاي فيرجن 4؟ طبعا مين اللي بيعمل هاي فيرجن 6؟ الاثنين ديستنس فيكتور الاثنين دول الاثنين نفس المتريك الاثنين نفس البروتوكول الاثنين نفس الابديتس الاثنين نفس الالو تمام ايه تاني؟ طبعا لايف فيرجن 4 لايف فيرجن 6 قمه الايه البساطه والعفه
اوكي؟ التوبولوجي اللي هو هيشرح عليها، تمام؟ خلينا نجيب الباكيت تريسر بتاعها عشان نشتغل معاها خطوه خطوه. نقفل معاها القديم دوت. باشمهندس يعني لسه برضه الموضوع بتاع الريس والحاجات كده كان ديلي كان ده في الحاله العمليه كمان؟ يعني احنا بنحسبات اه محدش فاهم ده احنا بنفهم هو جاب لك الكونفيجريشن ما بنعملش كونفيجريشن واحد يعني مفيش اي حاجه خالص تمام ادي الحاجه بتاعتنا اوكي فاول حاجه كونفيجريشن مالهاش علاقه اصلا بالاستاذ اي ار بي 6 IPv6 Unicast Routing وبالكونفيجر اللينك لوكال ادريسز. لو سبته اللينك لوكال بتاعه عادي هيختار لينك لوكال ذهبيه واحنا ما بنحبش كده فاحنا عايزين لينك لوكال ظريفه زي كده في الدوله دي لو تكون واحد بهذا الشكل. طيب تعالوا نشوف هنا هو الكلام ده شغال ولا لا؟ ولا هو محتاج ان احنا نعمله؟ هنقول له شو IPv6 Interface Brief. اوكي هو مظبطه كده يعني الراجل مظبطه مظبطه ار واحد يعني مريحني خالص. والخطوه دي هو عملها لنا سايب لنا بس ايه يعني شو نفسه برضه متاكد هنا انا دخلت في يو شو اي بي في 6 انترفيس بريف برضه مظبطهم يبقى كده التالت هو هو بس ايه جاست تو ميك شور هو عامل كونفجريشن لا لا مش هي عامل فيه عامل بس كونفجريشن هو بيشتغل على ايه عشان يريحك بس هو التاني بيقول لك يعني خلي بالك لازم تعمله هو اف اي 8 0 دوت لازم ايه نعمله تمام اللي هو اللينك توكن نيجي بقى للكونفجريشن نفسه بتاع اي اي جي ار بي اول حاجه لازم تشغل اي بي 6 سيرفر كاز باتش راوتنج لانك تيجي بعد كده تكتب الامر بتاع اي بي 6 راوتر اي اي جي ار بي دوت تلاقيه ايه ما يشتغلش طبعا لو جربنا هنا بقى كده اهو كونفجر تاني قلت له اي بي 6 راوتر تمام راوتر مش راوتر راوتر اي اي جي ار بي 2 زي ما هو بيعمل كده هيقول اي بي 6 مش شغال اقول له اي بي 6 يونيكاز باتش راوتنج بعد كده ده يشتغل مفيش مشكله تمام يبقى دي اول ايه نقطه هنعملها طبعا على الكنترول وبعدين جوه بنعرف الراوتر اي دي تمام نفس الكوماند هو ما اتغيرش وبنكتب حاجه جديده اول مره نشوفها اسمها نو شت داون ايه الكلام ده؟ مش حاجه اسمها كده نو شت داون ده بنكتبه على الانترفيس لا هنا سيسكو بالنسبه اللي هي شو بي في الاي 6 عامله لك ديفولت انك تقدر تخش وتعمل كونفجريشن بس النو دي مش هتشتغل لما تقول نو شت داون ده الطريقه للتحسين بتاعته عشان خاطر انا لو انا بتست او اختبر او بعمل حاجه في الشركات الكبيره بدل ما امسح الاي ار بي خالص مثلا وعشان بجرب حاجه ثانيه يعني مش شت داون بس تلاقي كونفجريشن غلط عامل مش شت داون يرجع كونفجريشن بتاعه بالظبط تبسيط فمش موجوده طبعا في الايه في القديم بتاعه فاذا انا اقدر اقول اي ار بي راوتر اي دي وده 3 3 3 3 مثلا وبعد كده اقول ايه؟ نو شت داون تمام؟ كده المفروض ان هو ايه؟ يشتغل طيب نكرر نفس الكلام بقى قبل ما ننسى على ار 2 اوكي هنقول له راوتر اي جي ار بي بس لا بس انا بقول كده نفس الامر يعني ما اختلفش فيه بقول له راوتر اي جي ار بي واحد انا راوتر اي جي ار بي اثنين احطه اي جي اه لازم خلاص بقى ايه مش هننسى بعد كده اي جي ار بي راوتر اي دي لا مش راوتر اي دي الاول 2 2 2 2 2 وبعدين لو شغال اخر راوتر في هو في اي بي في 6 يو كات داش راوتنج اي بي في 6 راوتر اي ار بي 2 زي كل نفس الرقم زي ما معاهم اي ار بي راوتر اي دي 1111 نو شت داون طب انا ما كده اشتغل طبعا لا زي اي ار بي عادي كنا لازم عشان اي مكتوب يشتغل امر نتورك انا مش حاطط مشغل شبكات فيه بس طبعا ما فيش عندنا امر نتورك زي الاو اس اف وزي ريب ما بيشتغل ازاي تحت الانترفيس وهنا حتى ابسط من ايه من الاو اس اف ازاي اخش على كل انترفيس عندنا في الراوتر كل انترفيس موجود كنا في اوس بي اف بنقول له ايه اي بي في 6 او اس بي اف 1 مثلا وبعدين اريا 0 صح؟ لا هنا هتبقى ابسط من كده اي بي في 6 اي ار بي 2 او مفيش اريا بقى حاجه صح؟ انترفيس سيريال 000 نفس الامر انترفيس سيريال 001 نفس الامر بس ايه اللي بيشتغل؟ عند ار 3 انترفيس جي 000 اي في في 6 اي جي ار بي الانترفيس اللي بعديها مش شت داون؟ لا في الانترفيس ولا ايه مش شت داون خلاص انت بالنسبه للبروسس على طول انت شت داون ازاي؟ تمام؟ بس اخر واحد انترفيس جي 0 0 اي بي في 6 اي ار بي 2
الانترفيس اللي بعديها 7 0 0 برضه اي دي 6 اي جي بي الانترفيس اللي بعديها اكتشف الجراند روت او البيزك انترفيشن بتاع اي بي في 6 اي اي جي بي بس الانترفيس موجود عندنا هو هو فنخش نعمله مره واي نوت اي بي في 6 راوتر دي اي 2 هنقول له بس الانترفيس دي مين جي 0 ستيشن 0 لابس بالنسبة للسوي أو اي بي في 6 راوتر اي اي جي بي 2 وبعدين نقول له بس الانترفيس جي 0 واخيرا 1 هيبقى اي بي في 6 راوتر اي اي جي بي 2 بس الانترفيس جي 0 ايه عمل الفيريفيكيشن بتاعنا نشوفها هنا مثلا سريعا لو نقول شو اي بي بروتوكول صح هو مش هيطلع لنا حاجه لازم اقول له ايه؟ اي بي في 6 اوكي بس لازم فيها في 6 بهذا الشكل تلاقي يقول لك اي جي بي 2 شغال المتريك ويتس بتاعتنا في كلمه كي فاليو في المره دي ما بتعمليش حاجه الماكسيموم باك اوت باي 400 الانترفيسز بتاعتي 3 بس ما يبقوش عندي ايه؟ يبقى دي شغالين فعليا وبعدين ماكسيموم باس مش عارف 16 اوكي والادمنستريتف ديستنس بتاعتي اللي هي 90 دولار دلوقتي احنا ايه ان شاء الله تمام فاذا ده كده الاستاذ ار 1 اروح ار 6 تلاقي نفس الفاليبل بالظبط شو اي بي 6 بروتوكولز اوكي هي بالظبط الانترفيسز اللي شغاله هي اهم حاجه بالنسبه لي طب نجرب امر ثاني شو اي بي في 6 يا جي بي نيبر تمام بتلاقي بقى هنا الجدول بس هنا ليه لوكال ادرس انا بحط هنا الادرس اللي هو بتاع الفيزيكال بيحط طبعا ليه لوكال ادرس بتلاقيه موجود كده وبعدين الانترفيس وبعدين الهول تايم اللي هو برضه هو 15 ثانيه زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت وبعدين بقى لنا قد ايه جراي حلو كده طيب شو اي بي في 6 يا جي بي توبولوجي لا هي هي في البي اهو بس ها دي كده ليها ايه القصيره دي مش ها في فيها ليها بكه لا بس معلش بلاش طبعا ودي معلش طب ودي ايه صح وطبعا الباقيين ايه كونكت اه بس مش عارف اوكي فدي كده الايه الفيريفيكيشن كوماندز اللي احنا شفناها شفنا امر نيبرز او بيجيب لك ليه كروكال ادرس والانترفيس التايم اللي هو بيعد من 15 ل 10 بيرجع ب 6 واب تايم اللي هو بقى لنا قد ايه هو هو نفس الجدول احنا بنمشي بسرعه ما حاولتش احضر المره اللي فاتت الاوتونوم سيستم نمبر بيظهر هنا اللي هو 2 و2 هنا الكي فاليوز الراوتر اي دي الديستنس بتاعتنا والانترفيسز واهم حاجه لو القوسين بيكتب بس على الانترفيس اللي هي ايه البس ايه تاني في الراوتنج تيبل عادي ما عملناش انا بنجرب الراوتنج تيبل او شو اي بي دي 6 راوت وريني الراوتنج تيبل عادي نفس الحرف اللي هو دي نفس الفكره اللي هو المتريك بتاعي موجود هنا 90 ال 80 والمتريك الكبير بتاعنا هو هو فايت ميكس هو بس لازم يبقى لينك لوكال دي ادرس يبقى ده الراوتنج تيبل بتاعي الثلاثه راوترز والثلاثه باكيت ريسك احنا اصلا كنا بنعمل كونفجريشن دلوقتي تمام بس خلص الشرطه اذا مش بين ال بي في اي بي 6 سوبر سيمبل يعني ما فيهوش اي حاجه خالص ما خدناش فيه يعني ربع ساعه كونفجريشن تمام الشابتر الجاي نظرة سريعة عليه كده بيتكلم على كام موضوع بقى زي بتاع الشابتر بتاع اوسبيت اللي هو الادفانس برضه هنتكلم على السمرايزيشن هنتكلم ازاي نوزع الديفولت اوت هنتكلم على الانترفيسز بتاعته وهنتكلم على الاوثنتيكيشن طب ثانيه واحده الثلاثه دول هم هم خدناهم في اوسبيت الاوثنتيكيشن خدناه في اوسبيت هنشوفه بس كده شو بيختلف سنه فاين تونينج يعني ايه فاين تونينج تظبيط الانترفيسز بتاعته خدناه في اوسبيت فاكينها لو تايمر وديد تايمر هنوريك هنا ازاي تغير التايمرز بتاعت الانترفيسز الديفولت اوت برضه خدناه كان في امر اسمه ديفولت انفورميشن ايه اوريجينيت في اوسبيت هناخد هنا نشوف الامر بتاعه مختلف شويه يبقى الجديد هنا بس هو موضوع الايه؟ السمرايزيشن لان السمرايزيشن في اوسبيت ما ينفعش غير في المالتي اريا عشان كده شرحناه في شابتر المالتي اريا لكن هنا بينفع في اي حته فهنشرح الاوتوماتيك سمرايزيشن ونشرح الايه؟ الفاريبل سمرايزيشن يبقى عندنا 1 2 3 4 4 توبكس وطبعا التوبك الخامس والاخير هو الترابل شوتنج اللي هو ابسط بمراحل من الاوسبيت مش هنقعد نقل بقى 11 شرط على البتاع عندنا لا هتبقى حاجه فيري فيري سمبل تمام